ودي نتغير عشان النقاط. يلا حي والله لا. ايوه كويس. يلا انا الهدف بس عشان تتوزع النقاط. يلا هذه طيب هذه اورقه تمام. عندكم قلم؟ هذا قلم. يلا بقول لكم الحين وش اللي تكتبون. معاكم اقلام؟ يلا واحد يكتب واثنين يفكرون تمام. والله ودي اسوي مقدم كلام. تقول كني في فصل اختبارات في قطر كان ينافسون 1000 شخص وخذا. حلو تقديم صح؟ اي ما تقديم خطاب ولا تقديم؟ وش ذا؟ ما معكم عندكم قلم شباب؟ نكتب ها معاكم؟ لا ما معنا. طيب انا معي قلم واحد بس اعطيت الشباب الحين. نقدم ايش؟ عندي يعني نجيب فقره زي كذا. كيف؟ انت الحين معك قلم، عطنا القلم. خربان بس تكشفون فيه؟ ها ابى اقول لكم بس نبي قلم للشباب. ما عندنا. في احد عنده في مخباه قلم يا شباب؟ تقديم رسمي. انقذونا يا شباب الاعداد بالقلم. ما عليك التقديم خليه عندي. اذا كان تقديم رسمي عادي ولا لا؟ ما هو تقديم، الحين بقول لكم الفكره، هذه بتكتبون فيها معلومات. معلومات عن ايش؟ ابى اقول لكم الحين. هات القلم. حيوان، نبات، جماد. لا هات القلم. طيب. هات القلم. طيب ابى اقول لكم الحين ونبي نبدا. لا تكتبون ها؟ لا تكتبون اي شيء. تمام؟ طبعا الفكرة بداية من برنامج السوق، تمام؟ حلو. بداية من برنامج السوق أبيكم تكتبون بالترتيب إيش البرامج اللي عقبت السوق، تمام؟ لا تبدون الحين، أنتم فكروا مع بعض بس لا تكتبون. حلو؟ قريب أبو ده. كيف؟ اللي كان فيه مشارك سعيد أبو سعيد بن سعيد أبو ظهير. اي برنامج اي تقريبا اللي كان من أيوة. بعده ايوه حلو. اي برنامج من السوق ورايح ابيكم تكتبونه بالترتيب، لازم بالترتيب تمام. وكليف. هذه نقطه. حتى البرامج اصبروا لا تبدون شباب، اي واحد يبدا ترى بلغي بس ننتظر قلم يجينا. حتى اللي في برامج عابر وبرامج رمضان حتى الرمضانيه. اي برنامج اي برنامج اي برنامج يعني 3 ايام 4 ايام تغير مسماه يعتبر برنامج تدريجين. تمام. وبعدها طبعا عندنا ان شاء الله بعدها معلومات اخرى تمام. يعني نكتب الحين البرامج بعدين. ايه بس اصبروا بس خلونا شباب وصلنا قلم. ابي قلم. طيب واحد بسرعه يروح يجيب قلم ويجي. كيف؟ لا 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 تكتبون لين عشان نكتب مع بعض. شباب اذا في تايمر جاهز او دقيقه وبحسبه بجوالي ما في مشكله اذا ما فيه. من السوق الى اي من برنامج السوق الى هذا البرنامج تمام. طبعا تمام بحسب جوالي. طبعا معاكم دقيقة يا شباب إلين نبدأ. إيه دقيقة معاكم بس اصبروا اصبروا. لا بديت تكتب احذف احذف. ما بدينا، ما قلت بديت أنا. احذف امسح امسح عشان تكتب مرة ثانية. ها جبتوا قلم؟ يلا معاي دقيقة يا شباب. ها واحد اثنين ثلاثة. يلا من السوق ورايح ايش البرامج اللي كانت فيه؟ يلا ابدوا توكلوا على الله عشان نبي نشوف يعني نختبر الذاكرة. هل انتم متابعين برامج الواقع؟ ايش تذكرون منها؟ والله الشباب ما شاء الله كاتبين 17 برنامج وما صار الا 7. كله 21. طبعا توزيع النقاط يا شباب لكل برنامج بعطيكم 50 نقطة، وفي حال البرنامج اللي بعده خلصتوا يلا كان خلنا نشوف الوقت. خلصتوا حلو. يلا باقي اخر 10 ثواني. خلصتوا؟ خلاص اخر 5 ثواني.
أربعة ثلاثة اثنين واحد. خلاص خلاص طيب عاطني. طيب أنتوا الثاني صح؟ احنا قضينا على طول. أنتوا الشباب خلصوا قبل. طيب أنتوا خلصتوا الثالث صح؟ طيب طيب كتبتوا أساميكم يا شباب ولا ما كتبتوا؟ عشان تعال تعال اكتبوا أساميكم سريع. أسامي عليها؟ اي عيد الواقع. شوف الواقع ايام. طيب بس بوضح لك العيد ترى هو عيد الواقع. خلاص يلا صح بحسب لكم ابشر. كم مجموعتها؟ كم مجموعتها؟ اكتب اي الاسماء ثلاث. يلا الحين طبعا بحسب لكل معلومه 50 نقطه يا شباب. ها في حال المعلومه اللي اخذتوا فيها 50 الثانيه خاطئه تنمحي عنكم ال 50 تروح. طيب ما عليه الحين اشوف. ما عليه توضح البرامج توضح. طيب ابي اوقف في مكان يا شباب عشان تنتبهوا لي هنا. اوقف كويس. طيب تعبت الشباب وانا اتحرك. شباب واضح لكل معلومه 50 نقطه لكل شخص. في حال كانت المعلومه صحيحه تاخذ 50، المعلومه اللي بعدها كانت خاطئه تروح عليك ال 50 الاولى. واضح؟ يلا متعب وعادل ومحمد. بعد السوق كان البصمه هذه 50. بعد البصمة كان كاريزما وهذا خطأ. كان في برنامج ما راح أقول لكم وشو. فالحين أنتوا صفر. حلو. بعد كاريزما كان البزنس. كان صح هذه 50. بعد البزنس كان سكريبت هذه 100. بعد كان في برنامج خطأ صفر. خلاص اسكت اسكت. الحين أنتوا 50 راحت عليكم الـ50. تمام. بعد سكريبت كان فيه كان بعد سكريبت كان فيه برنامج كان فيه برنامج جنتل. جنتل كانت إجابة صح هذه 100. بعد جنتل كان البزنس وكانت الإجابة صح 150. وبرنامج بعد البزنس كان برنامج الروشن اللي هو رمضان الإجابة صح 200. وبعد الروشن كان سكريبت وهذه 250. ولا الاسماء ولا اسماء. تمام ولا اسماء. طيب شباب سكريبت اصبروا. بعد سكريبت كان في برنامج ما ذكرتوه. بعد سكريبت كم؟ بعد سكريبت واحد. طيب هو جنتل. فانت قلت لكم 250 فبتصيرون 200. جنتل. طيب لا في برنامج توي ذاكره انا. طيب استاذ الرحمن الاسماء. 200 الاسماء. الاسماء بقولها لكم. الاسماء بقولها لكم. تمام يلا انتم الحين لكل واحد 200. حلو يا متعب وعادل. في برنامج تونا ذكرناه برنامج صغير. اي والله عيد. طيب نروح الى ناصر سعد وناصر بن قبره وعبد العزيز الاكلوب. يلا برنامج السوق. طبعا انا قلت لكم بعد السوق ما خلاص. اي بس انا كان برنامج مستقل. لا كيف مستقل؟ هو كان برنامج ما هو تابع لسكريبت بس كان علشان العيد. برنامج ثلاث. لا برنامج برنامج كان فيه ضيوف وفيه هويه وفي شيء. طيب هذا برنامج عيد يعتبر ما يعتبر برنامج. ايوه شفت اللي قلت برنامج عيد. لا برنامج اللي هو فيها الفائزين بالجوائز برنامج فعلي. لا مو شرط. الا مو شرط هو دوره برامجيه يعني برامج واقعي. برامج واقعيه كذا. يلا طيب نعرف البرامج واقعيه كذا ما يعتبر برنامج. ابشر. طيب السوق طبعا انا قلت لكم ما راح ينحسب لكم لان قلنا بعد السوق. البصمة كانت الإجابة صحيحة. بعد البصمة أيضا كان خطأ في برنامج فراحت عليكم. أصبروا يا شباب أصبروا. بعد البصمة كان في برنامج راحت عليكم يعني 50 الحين ما عندكم. بعدها كاريزما كان صح 50. البزنس 50 صرتوا 100. بعدها عابر البصمة صح. البصمة 100 150 إيه. إيه البصمة إيه. بعدها بعد البصمة كان في برنامج فراحت عليكم 50 تروح علينا إيه. فصرنا الحين كم 150. بعد عابر كان سكريبت 200.
بعد سكريبت في برنامج وصرتوا 150 وصار جنتل وصرتوا 200. بعد جنتل البزنس 250 الروشن 300. طبعا سكريبت اللي احنا فيه ما ينحسب فصرتوا 300 وتستاهلون. يلا لا لا كم 250 حلو 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 300 حلو والله يعطيك العافيه شباب 200. يلا الحين نروح الى فريق سلطان ونواف. هنا 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 يلا فريق مشعل وعجيان وسيف. الورقه قدام السوق طبعا ما ينحسب فصرتوا البصمه كانت الاجابه صحيحه هذه 50. بعد البصمه كان في برنامج خلاص بقول لكم عنه ما عليك. بعد البصمه كان في برنامج نسيتوه فصراحت عليكم ال50. كاريزما صح هذه 50. البزنس 100. بعد البزنس كان في برنامج عابر 150. بعدها سكريبت 200. بعدها العيد عيد الواقع 250. بعدها جنتل 300. بعدها البزنس 350. بعدها الروشن 400. بعدها خلاص 400. المبروك 400 لي 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 كذا تريحون. طيب جو البرامج الوطنية يلا 400 يعني 200 300 400. يلا عندكم يا ناصر سعد وعبد العزيز الأسلمي وناصر بن قمرة. ملخبطين انتوا ولا انا ملخبط؟ يلا الان انا اللي اخطيت انا معليش. 400 فريق سلطان ونواف والأسلمي. يلا السوق ما ينحسب كان البصمة 50. بعد البصمة كان في برنامج نسيتوه راحت عليكم 50. كاريزما 50. البزنس 100. عابر 150. بعد عابر وش؟ بعد عابر عيد الواقع. لا كان سكريبت فصرتوا 100. بعدها صار عيد الواقع 150. بعد عيد الواقع صار سكريبت صرتوا 100. رجعتوا جنتل 150. 150 بس. طيب انت خربطت الدنيا. البزنس تو انا ملخبطه. انت قلت البزنس. بعد البزنس المفترض يكون فيها عابر وكان صح. بعد عابر المفترض سكريبت حطيت عيد الواقع. طيب. وبعد عيد الواقع حطيت سكريبت فخطا فسكريبت قبل عيد الواقع. بعدها جنتل فصرتوا 150. طيب اللي بيقول لي وش اسم البرنامج اللي كان بعد برنامج بتهار المحكمة. اصبروا بعد برنامج بعد برنامج وش البصمة وشو أبعطيه 300 نقطة لكل واحد. المحكمة المحكمة المدهال. حلو المدهال خطأ. المدهال خطأ. المدهال ها المحكمة. لا المدهال. أبى أزيدها إلى 500 نقطة. أنت تذكر. لا إيه يلا تذكر. ها طيب بعد برنامج لحظة اسمه بعد برنامج ايش؟ بعد برنامج البصمة اللي كان في رمضان. البصمة اللي كان في هو من كلمة واحدة زي البصمة بس اسمها ما ادري والله. يلا 500 نقطة بعطي كل واحد. لا ما هي البصمة الثانية. نبي اول حرف ما اقدر اقول من كان فيها. يلا كل واحد باخذ منه معلومة واحدة. ها عبد الرحمن حلوة. المحكمة. ها لا مو المحكمة. قلوا اي اسم المحكمة. لحظة انا هو في بالي بس عيجي الحروف عيد تجي. البصمة يا المملحة. ما بيتهور وازيدها الف. ها سرعة عجل محجر صح. اصبر ما بعد اقول. لا عندكم لا مو المجلس. يلا اخر 10 ثواني. قلت المجلس. يلا تعال تعال وتروح. تعال 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 بعد هذا جاء برنامج. لا حبيبي لا يلا 10 9 8 7 4 7 4 7 6 5 4 3 2 1 0. من المسابقين؟ لا خطا. هذا البصمه كان في علي برويه. ايه هو اللي معها الزهراني المطوع ايش اسمه؟ كان في ابو رزيقه. ايه هو ايش اسمه؟ كان في فالح الدوسري.
كان في كان في ما ادري والله كان برنامج الفرصه والله اني عارف متسابقين 2000 نقطه لفريق الاعداد السال ما شاء الله مركزين معانا ها كان برنامج الفرصه سؤال ثاني سؤال ثاني على 500 نقطه بعد خمس مئة نقطة كل شخص خلاص صارت واجد النقاط يعطيكم العافية تتذكرون نقاطكم كم؟ سبنا هناك ألف أنا لأني نسيت أبي أسجل سريع أعطوني قلم بس طيب أعطوني المسابقة الأولى أنتوا أخذتوا شباب كم؟ دفة دفة المسابقة الأولى اللي هي إيش؟ أي أول مسابقة أنت وعبد العزيز اصبر عبد العزيز 750 كلنا هذه شاشات ومناحي لا لا صح لا لا هنا عبد العزيز ونواف صح هذه المجموعه الاولى كم خذينا احنا عيال كم 200 نقطه صح هذه اللي اخذوها حلو لكل واحد 200 ناصر المجموعه الثانيه دقيقه بس ناصر ناصر سعد ناصر قمره بن قمره حلو وعادل 400 نقطة لكل واحد يلا المجموعة الثالثة لا مجد دقيقة مشعل وسلطان ومتعب هذه ألف كل واحد ألف حلو وبعدين يسجل الإعداد عجيان الفريق الأول عبد العزيز الأسلمي سيف الهاجر كم 600 نقطة لكل واحد حلو يلا الحين نبي نروح الى المجموعات اللي بعدها كلكم 350 ناصر بن سعد 350 وعبد العزيز الاكلبي ناصر بن قمره 350 عبد العزيز الاكلبي عبد العزيز فوق انا ما سجلتك 350 حلو طيب مناحي ونواف مناحي انتوا كم اخذتوا 200 صح زين 200 ومن معاكم محمد عادل 200 ومتعب 200 حلو يلا اخر مشعل اخر شيء اخذتوا 400 صح 400 بس حلو من كان معاك سيف جيان عجيان 400 وسيف 400 عبد العزيز الاسلمي اخر شيء كم اخذته 150 سلطان 150 ونواف 150 انا 350 مجموع سجلت لك انت نواف ايش نواف منصور سجلتك 200 انت كنت هناك ايوه هنا 150 350 ايوه المجموع غزك تمام يلا يعطيكم العافيه بيض الله وجيهكم